هنا فين تيوقف القزار وهنا فين تيبيع اللحم ديالو. اكيد انا حسب المعاينه المجرده ديال اشوف الصدى، شوف هاد الكيلو، شوف الصدى وشوف المحلات وانا متاكد ان هذا المحل هذا العنايه ديالو راه ما تنظفش ما يزيد هذه شي 4 شهور ولا 5 شهور، نقدر نقول حتى 5 سنين، نقدر نقول حتى 5 سنين ماشي بعيد، 5 سنين ما تنظفش ما تنظفش. المسؤولين ما كيقوموش بالواجب ديالهم، اذا هذا علاش كنقولوا الدوله فاسده؟ واش هاد المسؤولين كاملين من لا المنتخب ولا بصفه كامله عامل الاقليم كلش، الى علاش كنقولوا حنا فاسده؟ كون كانوا ما كانتش فاسده هاد الناس هما مفسدين، هما اكبر دليل. ها هي شو الدنيا كي دايره، وها علاش كنا كنقولوا هاد الدوله راه فاسده؟ كنتمناو من هاد الناس على الاقل يحيدوا شويه ديال الفساد، ما عرفناش كي غيديروا، خصهم بعدا ما يبقاوش هما مفسدين عادي يوليو النص كيوليو الناس فوق بعضياتهم، فهمتني؟ كيشد الماء كيدي فيها النص، الماء كيشد التمر فيها الضايع، ولا كيف بحال دابا ديال الشتاء ولي الناس واقفه فوق بعضياتهم، بحال دابا المشكل ديال الكارتاو كان داك الجعب كتربط فيه دابا حيد، الا ما كنتي صحيح ما تدخلش وسط البلاد تشري ولا شي حاجه، الناس دابا اللي قليله الصحه ما بقاش كتدخل كاع. وهذا الشيء ديال الحوان هذا الشيء كلشي. قول لي الحوان علاش كيرين؟ الراجل راه كان تيجي ديال الطابله هنا، سمعتيني؟ كلشي شي صور. قول لي الطابله بشحال كتخلص بعدا، وقول لي سميتو بشحال كتخلص الطابله. الطابله بشحال كتخلص؟ لا الطابله كيخلصوا القزار، اسم القزار انا عرفتي. لا ما سنيش. تسولي هو. انت انت قزار ياك. قول لي الحوان علاش كيريبوا بعدا؟ دوا اسمهم، دوا اسمهم. لا يعني بغاو يديروا في بلاصتهم الطوابل ياك. راه حنت الحوان كتخلص ب 600. 600 ريال لاش الشهر ولا شنو؟ السيمانة. الطابله الطابله راه كتخلص ب 50 درهم 50 درهم بغاو يربحوا 20 درهم هاد الجماعه بغات تدور فلوس غادي اسمع بغات تدور الصرف خاصنا هادشي يرجع لبلاصتو سمعتيني طالبين شي حاجه داك هادشي يرجع وانت يرجع ويتبنى وكذا والصور سمعتيني سمع اسمع هادشي خصو يرجع لبلاصتو الحوانت راه طلبوا الحوانت راه بخير الرحبه ديال الغلم كيعمروها قهاوي كاملين كيكريو القهاوي المواطنين كيعمروها قهاوي كاملين وديك سميتو الماشد النص ديالها والحريفي كيطلع فوق الكساب وسميتو الصناي كي ما يعرف يتخلص كيدوك بحال كيدوك دوك في الغلم شي كاميو ولا شي حاجه زين طيب طلع طالعه فوق بعضيتها حدوا القانون ديال دوك الناس بالنسبه لهذا القايد اللي كاين هنايا بالنسبه ديال القايد ما كيشوفناش ما بغينا يشوفها شي لا والو ما كيشوفناش ما كيتسوقناش طرا كنجيو معاه دابا حاليا الله اعلم كاين الطوموبيل اللي كتجيب بروميان دوزيام ما كتفوتهاش في الطريق هذه طالعه 6 كيلومتر ديال الطريق طريق خايبه بزاف اي طرق النواح سبت ولا الدويب خايبه اين ما تدوز معاه باش الكذابه بالله والله ما تدوز معاه دابا الطريق هنا الطرق ديال السبت كله عامر بالله السد وكل عامر كرارس وعامر فلاشات والله ما تدوز كرارس معاون كزار مساعد كزار مساعد كزار هاد الناس هاد المواطنين كاملين واقفين دابا كاين اللي عنده شله ما يتقال ولكن خايف حنا في دوله الحق والقانون راه كاليتي قول لي السوق مع راه جماعة كاليتي يا جماعة راه المواطن إلا هدر ما كاينش اللي كيحكر يحرك ساكن والو كيتصوت ومن اللي كيبغي يهدر ما كاينش ولا حنا هادشي هدرتي سلخو اي سلخوك انا اللي هدرتي صوتوك هنا حنا هادشي وصلنا السيد الرئيس حنا كنخدموا طابلة وتحتنا الزبل ورانا الجيجية الريج ديال الجيجية انا كزير الجيجية الجيجية ولا قلتي لي حيد يكري لك على العطار يكري العطار حداك هنا موت جاش فوق منك روينا هاد الناس هاد الناس بحال يبغاو يديروا شي جزيره بحدهم راه ما بقيناش عايشين في المغرب راه بغاو يديروا جزيره هاد الناس 50000 هاد الناس راه ولات فوق خصها تبقى ديال القزاره ماشي كيجي واحد ما قزار ما والو كيشد ربعه البلايص ولا خمسه ويكريهم القزاره هنايا ب 100 درهم القزاره ولا والسكيلو تاع اللحم ما سدي كما شتي اليوم قزاره داير الاضراب ما خداميش ورئيس الجماعه والصنايكيه شاري لي معجر راه مو داب حلو في الفطوار صورنا صورنا اه شتو هذوك الجد ديال من هذاك؟ ديال رئيس جماعة رئيس جماعة وصنايكية صنايكية كيدفعوا بعد المذبح فاجئنا أنه كاين واحد العجل هو اللي مربوط تما كاين عجل واحد عجل واحد ومعاه رئيس الجماعة معاه رئيس الجماعة ومعاه القائد ديال 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 وحامين الناس وكيأكدوا من خلال التصريح ديالهم على أساس أنه راه كاين بعض الجزارة
اللي كيتبعوا كاين حتى الجزار دابا باش يعطيو الانطباع شنو باش يعطيو الانطباع الميال ديال انه راه كاين بعض الجزاره اللي ما ماشينش مع هاد الناس في هاد الاضراب هذا واحد وفي نفس الوقت باغيين ياكدوا للجزاره ينوضوا داك ما يسمى بفريق التسود يدبسوه الفتنه ما بين الجزاره ويقولوا لهم راه شي تيذبح وشي ما تيذبحش باش يهرسوا دونك هاد الاساليب بائده عند السلطه ديال البصري ديال هادشي ديال البصري دونك باش يحاولوا يهرسوا المعركه ما كتبان لي معركه ناجحه بكافه المقاييس نعم ما كاينش الذبيحه لا ماشي القانون مزيان شنو هي مطالبكم شنو كطلبوا نطلبوا خاصنا يكون كلشي صالح هادو حوانت يدخلوا لي من الجزيره محل تجاريه زيد محل تجاريه زيد السوق عمر مع 12 ساعه الليل ما تعرف اللي شاري منه ما تعرف اللي غتبيع ليه ما تعرف وجهه ما 12 ليه ما 12 والله يهمك نعم لا تصور الشيء الحانوت ضروري تصور هذاك الشيء اللي بغيت تشوف انا علي بيتك باصي بيقول لك ولاد الحم تدي يدي بنادم باص باص شو هاد الشيء هان شوف يلا اش سي رايش انت واحد كيما خويا خوت خوت تعينتي صور واحد يجيبوا الجزائر السيد رئيس الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان الان بسبت الدويب انت عينتي هذا الوضع اللي في هذه الحوانت ديال الجزائر شنو الرد ديالكم انتم كجمعيه اللي كتهتم بحقوق المواطن حنا نيت كمواطنين يعني كنستهلكوا هذه اللحوم هذه وانتم نيتوا الى اخره شنو الرد ديالك انت هذاك مسؤول اعتقد ان الصور تغني عن كل تعليق انا في التصريح اللي قبل انا علنت على ان هذه المحلات راه تحولت بقدره قادره الى طواليطات ما بقاش محلات تجاريه حيث انك تشوف هنايا ان مجموعه ديال النفايات البشريه اللي كتحول هنا ومطلوب من الجزار ديال انه من بعد اسبوع يجي مطلوب منه ينقي واحد ثانيا مطلوب منه ديال انه يجي ينظف المحل ديالو في غياب روبيني ما كاينش روبيني منين بغى يجيب هذا الجزار الماء الله اعلم ثانيا شوف معايا هذه المساله هذه كلهم مصدين وبالتالي ان هنا كتعرض اللحوم الموجهه للاستهلاك ديال المواطن ايضا هاد المحلات انت كما كتشوفوها كلها تعود الى مرحله الستينات يعني ما عمرها تصيبات ما عمرها تصلحات ما عمرها تاميناجات ايضا حتى هاد البلايص اللي كتعرض فيها اللحم في غياب صنبور ديال الماء اللي ممكن ان تنظف باش تحط عليه اللحم راه ما كاين شيء علاوه على ان الكلاب مباشره بعد ما كيسالي السوق كتبقى هذيك الكلاب كتلحس هنايا وممكن ان حتى كتبول هنا وبالتالي هذا الشيء كله موجه للاستهلاك وموجه للمواطن وموجه للحوم اللي المفروض ديال ان تعنى بالنظافه وبمجموعه ديال المعايير في غياب مراقبه ديال السلطه في غياب طبيب البيطري في غياب المصالح ديال العماله اللي المفروض تسهر على الحمايه ديال المواطن دابا قال لك الرئيس انه عنده الاوراق وعنده كذا وعنده هذه فليقول ما شاء لان واقع الحال تيكذب هذاك الرئيس وتيبين على انه داكشي كله اللي كيقولوا راه كذب وبهتان لان الواقع يكذب كانه رئيس سوري كانه رئيس سوري والواقع راه يقول هذا